البعد أو الابتعاد له أشكال وله صور كتير قوي. في نوع من الابتعاد كده ناتج عن غلط انت عملتيه مع الطرف الآخر، لأن مش ده النوع اللي احنا هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. ده علاجه حاجة واحدة قلت وبقول، يعني لو انت غلطانة ومقتنعة ان انت غلطانة، ده الحل الوحيد عشان ترجعي الطرف الآخر هو الاعتذار. وعلى قدر الخطأ يكون الاعتذار، يعني غلط صغير يبقى اعتذار صغير، غلط كبير شوية يبقى تطولي نفسك في الاعتذار شوية، لأن ممكن يكون محتاج محايلة شوية، وده حقه ما دام انت شايفة ان انت غلطانة. أما النوع التاني اللي هو موضوع حلقتنا، اللي هو تقريبا ابتعاد ناتج عن بدون سبب يستحق، فجأة كده الطرف اللي احنا بنتعامل معاه ما عادش موجود، اختفى، ابتعد، سابنا او تركنا. ممكن يكون احنا ما لناش ذنب، بس في حاجات احنا انت ممكن تكوني عملتيها ما انتش واخده بالك منها، هي مش غلط في حقه، هي غلط في حق نفسك. ان انت عملتي مثلا تصرفات بينتك ان انت غير ناضجه، او ان انت مثلا سطحيه الى حد ما، او ان انت ما بتفهميش قوي، عذرا في اللفظ. يعني لازم نكون واضحين في الحلقات اللي زي دي عشان نحط ايدنا على المشكلة ونقدر ان احنا نعالجها. هو ده بقى اللي احنا هنتكلم عنه في حلقة النهاردة، ازاي تقدر ان انت تجملي الصورة بتاعتك بعد ما هي مثلا ظهرت بشيء او بشكل يعني مش مستحب شوية. ده اللي احنا هنركز عليه في حلقة النهاردة. وانا عايز اقول حاجة مهمة، في حاجة مهمة قوي قوي هقولها في نهاية الحلقة دي، تعتبر مكملة للحلقة. يعني اللي سمع الحلقة كلها وما سمعش اللي احنا هنقوله في الاخر، تقريبا الافادة هيخرج من الحلقة ناقص كتير قوي، فرجاء اسمعوها. يلا بينا. اهلا بيكم سريعا كالعاده كده، برحب بيكم وبقول للجديد اللي بينضم لعيلتنا يا ريت يعرفنا بنفسه طبعا عشان نرحب بيه، واشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك. انا سايب لها او سايب لكم يعني الرابط بتاعها في اول تعليق وفي وصف الفيديو، وكمان تابعوني على الانستجرام، كل الروابط دي في اول تعليق متثبته وفي وصف الفيديو كمان، ودوسوا لايك حلقه برضو من الحلقات المهمه. ودايما بقول انا عارف ان انا مقصر في الرد عليكم في الرسائل اللي بتبعتوها على الفيسبوك او على الانستجرام، حلقات زي دي والله بعملها عشان اجاوب على استفساراتكم. يعني انا مش بطنش او بتعامل مع اسئلتكم واستفساراتكم باهمال عشان محدش يزعل مني. تعالي بقى كده ركزي معايا، الحاجات دي مهمة قوي وما ينفعش اي انثى ما تكونش ملمة بها. سلسلة طويلة عريضة من الحلقات اللي هتخلي ان شاء الله اللي يتابعها من الاناث ويحاول ان هو يطبقها، هتنقلك في مكانة تانية خالص، وهتخليك حاجة تانية خالص، مميزة ومتميزة كمان في عيون اي حد انت بتتعاملي معاه. اول حاجة خلاص الطرف ده ابتعد، ووضحنا في المقدمة شكل الابتعاد بتاعه عامل ازاي. إيه لازم يعني قلت، بس لازم اقول في حلقة النهاردة عشان ناخد الموضوع كده من بدايته لنهايته، لا تغلقي الابواب كلها عشان لما يحب ان هو يرجع لك يلاقي طريق يرجع منه. يعني ما تجيش قافلة كل الابواب، يعني تيجي عاملة بلوكات وتيجي خلاص مقطعة، الراجل ما يعرفش يوصل لك او الطرف الاخر ما يعرفش يوصل لك. لا ما ينفعش الكلام. يبقى دي اول نقطة. تاني حاجة ما تختفيش كليا، ما تختفيش كليا، يعني مثلا ما تسيبيش البيت مفتوح وانت مش موجودة جوا، فاهمة؟ ما هو لو جه مش هيلاقيكي، فما عملناش حاجة. خدولك فترة كأسبوع، خدولك فترة كأسبوع ما انتش باينة، انت كل حاجة موجودة اهي، فاتحة الأبواب ولكنك ما انتش باينة. يعني اعملي إخفاء للظهور مثلا على الفيسبوك الصفحة بتاعتك، أو على الواتس، أو على الانستجرام، أي موقع تابع ليكي أو هو يقدر إن هو يتواصل معاكي من خلاله. خلي حالة من حالات الإبهام كده، خلي في علامة استفهام كبيرة قوي، انت فين؟ انت مش باين، تمام؟ وحاول ان انت بلاش ان انت تقولي حاجة او تنشري حاجة او منشور او بوست تدل ان انت موجودة. الاسبوع حلو قوي في علم النفس، اسبوع حلو قوي، لازم فضول النفس البشرية هيحتم عليه ان هو يسأل نفسه سؤال مهم قوي، هي فين؟ هي راحت فين؟ ايه اللي حصل؟ بس ما تطوليش عن كده، لان النفس البشرية برضو بطبعها ملولة، بتزهق حتى لو عايزة الحاجة بس
فترة طويلة مش عارفة توصل لها ممكن تزهق وتصرف نظر. يبقى أسبوع حلو أوي، أسبوع حلو أوي، خلاص أنت في علامة استفهام، محناش عارفين أنت فين، زي ما أنا قلت بالطريقة الأولى مش بلوكات أو قطع التواصل إنما بالاختفاء الممنهج أو المقنن. يبقى دي نقطة مهمة أوي. بعد الأسبوع ده ارجعي، ولكن في شكل لازم ترجعي بيه، ارجعي كلك بهجة وأمل وطموح وتفاؤل للحياة. فجأة تعالي خلاص بقى اظهري الظهور بتاعك عادي، ابدأي إن أنت تنزلي صور ليكي، بوستات لك كلها إيجابية، صور في أماكن جميلة، صور في فسح، في خروجات، وأنت بتضحكي مع أصدقائك. اعلني إن أنت هتبدأي تعملي حاجة كويسة ومهمة ومفيدة، زي هتبدأي مثلا في دورة معينة، هتبدأي تاخدي كورس معين، هتطوري من نفسك في مجال معين. يعني خلي إيحاء، احنا كده بنوصل له إيحاء هو إن الحياة جميلة ومستمرة ومشغولة، مشغولة بمئات الأشياء غيرك، وده مهم قوي في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي، مهم قوي نقطة زي دي. وبعدي اطلاقا عن الاشياء السلبية، عن الحاجات البوستات مثلا او المنشورات اللي فيها ايحاءات بالندم بالعتاب بالتهديد حتى، ابعدي عن الحاجات دي عشان ما تبانيش ان انت موجوعة قوي ومحروقة قوي وبتعملي كل ده وانت يعني غصب عنك ومش مقتنعة بيه. لا، خلي منشوراتك كلها وكتاباتك كلها تفاؤل وحب للحياة وبكرة احلى وانت عايشة في يعني في مرحلة كويسة من حياتك. اوصلي له الحق ده عشان يبدأ يشوف نفسه قليل قوي، يعني يبدأ يشوف نفسه قليل قوي، واللي عمله ده ملوش اي تأثير تقريبا على حياتك، وما جابش كمان النتيجة اللي هي المرجوة اللي هو كان ممكن في مخيلته بيعتقد ان هي هتحصل لك. النقطة دي مهمة قوي وبتأثر قوي في الطبيعة، في الطبيعة البشرية، ولا سيما في النوعية اللي احنا بنتكلم عنها في حلقة النهاردة من الرجال، الرجال اللي ممكن تكون متغطرسة شوية او شايفة نفسها شوية او حاسة بنفسها زيادة عن اللزوم شوية على حساب الأنثى، ولا سيما الأنثى اللي هي بتكون مرتبطة بيها. حلو كده، وصلت له إحساس إن أنت مجرد سطر من الكتاب مش أكتر من كده. يعني إن كان وصل لك مني أنا بدون قصد حاجة غير كده فأنا بفوقك أهوت. اللي أنت عملتيه ده كله ملوش أي تفسير عند شخصية الرجل أو على نفسية الرجل غير التفسير اللي احنا قلنا ده. فعلى طول يبدأ ان هو يعيد الحسابات ويمني الاماني في الرجوع ليك، الا هنقول الا دي بقى في نهاية الحلقة. طيب على فكرة لما يجي يرجع لك المفروض في طريقة واسلوب تتعاملي بيها معاه. لو انتوا عايزين حلقة عن الموضوع ده مفيش مشكلة، انتوا عارفين ان انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها كمان، وبشوف يعني انتوا عايزين حلقة عن الموضوع ده بالتفصيل ما عنديش اي مشكلة، اكتبوا لي في التعليقات وادعموا الاقتراح بلايك لو انتوا عايزين، واحنا نعمل حلقة مفصلة ازاي الرجل لما يرجع بعد الفترة دي ايه الطريقة الانسب والامثل اللي انت المفروض تتعاملي بيها مع. اكتبوا لي انا بقرا تعليقاتكم زي ما انتم عارفين. يبقى نسترجع تمام، يعني نسترجع كده سريعا اللي احنا قلناه. خلي بالك بقى انت عملت ايه. اول حاجة ان انت سبت طريق للرجوع وده مهم جدا. تاني حاجة ان انت اختفيتي فترة وبعدين رجعتي، وكمان الفترة اللي هتختفي فيها دي حاول ان انت يعني ايه ما تكشفيش نفسك، يعني مش تخش بقى ان انت تشوفيه وتراقبيه، ما هو هيظهر عنده ان انت بتر... لا يعني الاسبوع ده كده تناسيه تماما، يعني حاول ان هو ولا كأنه موجود عشان العملية تكمل او عشان الموضوع يمشي زي ما احنا عايزين. بعد كده حسستيه ان انت عندك اهتمامات كتير قوي، ودي انا بنصح بيها كتير في حلقاتي، وان انت حياتك مش هتقف على بعده، وان انت لما كنت بتديله اهتمام وكده ده كان من باب حبك ليه واخلاصك ليه مش اكتر. كل ده انت عملتيه وكل ده انت وصلته له باسلوب شيك وقمة في الذكاء، وده اللي احنا كنا يعني بنحرص عليه في حلقة النهاردة. تعالوا بقى نشوف لو انت عملت كل ده وممكن ما تلاقيش نتيجة يبقى ده تفسيره. بصوا يا جماعة، في نوعية
من الأشخاص اللي احنا مرتبطين بيها، ممكن بعد فترة من الارتباط تلاقي ان احنا مش هننفع لبعض عادي، يعني شخصيتنا مش راكبة مع بعضها، وده طبيعي جدا. امال هو انتوا لما بيجي حد مثلا يتجوز حد في فترة خطوبة، مش ممكن بعد سنة او اتنين ممكن طرف يقول للتاني احنا مش هننفع نكمل مع بعض، او يحس ان هو مش مرتاح؟ ايوه، ما انا ممكن ان انا في البداية ننجذب لبعض ونبدأ ان احنا نخوض التجربة، نشوف احنا هننفع نكمل مع بعض ولا لا، وانا وانت نكتشف في بعض حاجات صعبة على نفسيتنا ان احنا نتحملها. ممكن نلاقي ظروفنا الاجتماعية لا تناسب بعضها، يعني ثقافتنا مش واحدة لا تناسب بعضها، شخصيتنا مش واحدة. النوع ده من الاشخاص المفروض ان انا ما ازعلش لما يمشي من حياتي، لا هو انسحب في هدوء وبشكل المفروض شيك، ويحسب له ان هو ما عايشنيش في الوهم. هو اول ما لقى ان احنا مش هننفع نكمل مع بعض فضل الانسحاب. ما هو مش كل اللي انا عايزه او كل اللي انا بحبه او كل اللي انا مقتنع بيه بالضرورة ان هو كمان لازم يحبني ويقتنع بيا. وطول ما الحياة مستمرة هتقابلي وهتلتقي وهتلاقي ناس اكتر مناسبة ليكي. دي النقطة اللي انا كنت عايز اشير ليها في نهاية الحلقة، مهمة قوي. لازم ان احنا نكون، يعني البعد زي ما احنا قلنا اشكال وانواع كتير، لازم تكون كلها احنا ملمين بيها وعارفين احنا موجودين في اي نوع من الانواع دي عشان نقدر ان احنا نتقبله وكمان نقدر ان احنا نتعامل بيه. دي نصايح مهمة قوي، اعتقد ان في كتير مننا ما كانش عارف او عارف بعضها بس مش عارف كلها، ده اكيد ومؤكد. دي الخلاصة زي ما احنا بنقول اللي تقدري بمنتهى السلاسة كده ومنتهى الهدوء والذكاء كمان تتعاملي بيها مع الرجل تحديدا او الطرف اللي هو ابتعد عنك بدون سبب، او زي ما احنا وضحنا انت حاسة ان هو تقصير منك في اسلوبك في التعامل معاه، مش غلطت فيه ولكن كان في حاجات كده غايبة عنك انت كده بتظبطي زي ما احنا بنقول الصورة بتاعتك لما بتعملي النقاط والخطوات اللي احنا قلناها دي تدريجيا كده، والترتيب مهم في حاجة زي كده. يا ريت تكتبولي اراكم، احنا عيلة واحدة وانا بكون سعيد جدا وانا بقرا تعليقاتكم، وزي ما قلتكم بتعرف عليكم من خلالها. واللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت تدعموها بلايك، مفيدة لو انتوا شايفينها مفيدة ادعموها بلايك عشان تفيد كل اللي محتاج حلقة من النوع ده. بحبكم جدا، هتوحشوني، تصبحوا على خير.